مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من شباب على الهواء. في كل حلقه من حلقاتنا بنتواصل مع الشباب، بنشوف الاحلام الطموحات الجديده، وبنشوف كل النماذج الايجابيه المشرقه اللي موجوده داخل المجتمع المصري. بنتمنى دايما ان احنا ندور على كل النماذج الايجابيه، وبنحاول ان احنا نسرد القصص الايجابيه قدام حضراتكم عشان نتعلم منها، وعشان الشباب يكتشفوا نفسهم ويكتشفوا قدراتهم ويندمجوا اكثر مع المجتمع المصري. النهارده معانا ثلاثه من النماذج الشبابيه من طلبه كليه هندسه جامعه حلوان. هنتكلم معاهم تفصيل عن المشروعات اللي عملوها، هنتكلم معاهم عن رؤيتهم المستقبل، الطموحات، كل الاكسبيرينس اللي اكتسبوها حتى هذه اللحظه، ونتكلم عن الخبرات والطموحات اللي بيعقدوها على انفسهم في المستقبل. دي كانت حياتنا اللي هنتكلم النهارده اكتر عن كل التفاصيل اللي في حياتهم، وهنشوف كمان كل الجديد اللي بيفكروا ان هم يعملوه في المستقبل ان شاء الله. ده كان استعراض سريع لحلقه اليوم. خلينا نخرج لتقرير مع الابداعات الشبابيه ونرجع نكمل حلقتنا. خليكم معانا. كتير طبعا، وحاول ان انا بقدر الامكان كل ما السماع يكون اكتر، كل ما يكون التركيز، الطفل نفسه بيبقى لسه العقل صغير بيتنمى طبعا، ونحمل ان احنا نسمع قران كتير برضو لاطفالنا. اخش على النت الموهبه بتاعتي، ولو انا بغني مثلا اروح الاوبرا، لو انا برسم اشوف فيديوهات رسم وكده، احاول اطور في الموهبه بتاعتي وكده. في الصغر طبعا انا بروح مثلا اتعلم عند حد مثلا في منشد او حد مبتهل كبير ما شاء الله عليه، اتعلم منه الابتهال، اتعلم منه الاناشيد صحيحه، وفي نفس الوقت برضه بعتمد على الحفلات وكل المراحل التعليميه في الاذاعه المدرسيه، برضه باجتهد ان انا اقول اناشيد او ابتهال في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. نميه ان احنا نسمع لمثلا، انا مثلا بحب مثلا الشعر، اسمع للشاعر الفلاني اللي انا بحبه، لازم اتخذ انسان ليا قدوه الاول عشان ان انا اعرف اقلده في الاول، وبعد كده يكون ليا خبره، يعني بعد كده بقلده اشوف بقى نفسي هنجح بقى. اهلا حضراتكم مره ثانيه في استوديو شباب على الهواء. خلينا نرحب بضيوفي اللي منورني النهارده. عبد العزيز كرم طالب بكليه هندسه، برحب بيك. مرحبا بيك. وطارق رجب طالب بكليه هندسه، برحب بيك طارق. وعلي احمد طالب بكليه هندسه، برحب. اهلا بحضرتك، منورين. مرحبا. انا سعيد لما يكون معايا مجموعه من الشباب من النماذج الناجحه، وخاصه طلبه هندسه. يعني عليكوا عائق كبير الفتره دي، مساله البناء كلها ومساله التطور وكل امور مهمه، كل التخصصات مهمه، ولكن خلينا نقول ان طلبه هندسه في الفتره والمرحله اللي احنا بنمر بيها دي مهمين جدا. الاول كده عايز اعرف سريعا كده القصص، الفريق بتاعكم والتيم بتاعكم، اتكلمني كده يا طارق عن الموضوع. طيب هو احنا الاول احنا روبوتكس ستودنت اورجانيزيشن، احنا تيم طلابي مسجل في جامعه حلوان، احنا اغلبنا من كليه هندسه. السكوب الاساسي بتاعنا ان احنا بنشتغل في مجال الروبوتكس. في مجال الروبوتكس بشكل عام عشان نساعد الطلبه في كليه في الهندسه وبشكل عام في الجامعه، يعني ان هم يبقوا قادرين على التنافس في سوق العمل. ده بنعمله عن طريق احنا بنشارك في مسابقات دوليه وبنشتغل على بروجكتس كبيره، بحيث ان احنا نخلي الطالب يقدر ياخد الخبره ويتعلم اللي هو محتاج يتعلمه، عشان لما يقدم في شركات لما يتخرج يبقى ليه تقل او ليه اسم معين لما يجي يشتغل. بنوفر للطالب التولز والامكانيات اللي هو كل الحاجات اللي هو محتاجها عشان يشتغل على البروجكت، حتى التكنيكال سبورت والكلام النظري والشرح والتعليم بنعلمه له، وبنوفر له التقديم والدخول للمسابقات، وبنهيئ له الشغل على البروجكت بشكل عام. طيب انتوا بدايتكم مع الموضوع كانت ازاي يا طارق؟ يعني انت بدات انت تاخد انك تكون سبورت نظري وعملي ازاي؟ يعني الفكره جت ازاي؟ هو البدايه ان احنا كل واحد فينا في التيم بشكل عام، مش انا شخصيا، كل واحد بيبقى عايز يتعلم حاجه جديده. فبنبدا ندور ايه سبل التعلم في الكليه، الى جانب اللي احنا بنتعلمه في الكليه الكلام النظري اللي محتاجين نطبقه عشان نفيد نفسنا اكتر. في كذا نشاط طلابي بيبقى بيقدم حاجات زي كده، يمكن روبوتكس بتقدم الناحيه العملي كتيره قوي. فاول حاجه عملتها ان انا رحت قدمت مع الروبوتكس، بنخش نبدا نتعلم، ناخد سيشنز نتعلم فيها الكلام اللي احنا بناخده في الكليه ازاي نطبقه في الواقع في مجالات مختلفه كتيره على حسب التخصصات، عشان بيبقى في كذا تخصص بيشتغل في البروجكت الواحد، عدد كبير في نفس المشروع، فمش كلنا بنتعلم نفس الحاجه، كلنا بنتعلم اللي احنا بنشتغل فيه. صحيح. خلي بالك الاكتيفيتيز هي المين بتاع اي طالب جامعي، سواء كانت جوه المجال بتاعه او خارج المجال بتاعه. الاكسبيرينس كلها بتتعلق بالاكتيفيتيز اللي بياخدها جوه الجامعه، عشان كده هي مهم، هي بدات الجامعه تهتم بالاكتيفيتيز داخل الجامعه. طيب عبد العزيز، السنه دي يعني خلينا نتكلم في احدث حاجه. هو احنا من الاول خالص، يعني من اول ما بدانا الانترفيوز احنا بنحاول نصعب الموضوع على الطلبه اللي بتدخل معانا. من الاول الانترفيو هو بيتعامل مع انترفيو على اساس انه انترفيو شركات،
صعوبة الأسئلة، الوضع نفسه، التوتر اللي هو بيحصل له في الانترفيو بتاع الشركات، بحس ان هو يتعالج من هو طالب على الموضوع ده. بعد كده بدأنا شغل، طلعنا يعني احنا اشتغلنا على ثلاثة مين بروجكتس الكبار، في حاجات صغيرين يعني في حاجات صغيرة تانية، بس هو الثلاثة الكبار كان روبوت أرما، ويعني ده الذراع الآلية ده بتتحط في المصانع، بتساعد ان هي يعني بتساعد على خط السير في الانتاج ان هي بتطلع المنتجات الفاسده من المنتجات السليمه. بحيث ان احنا برضو يعني التطور بتاع الميكنه بتاعه المصانع وكده، فاحنا بنحاول نقدم منتج ليها. في الغواصه الار او في، هي غواصه بتنزل تحت الماء بتادي تاسكات معينه على حسب يعني حضرتك عايز تعملها في ايه. ممكن تحط فيها يعني ممكن تحط الاوبشنز اللي انت عايزها فيها، كاميرات بحيث ان احنا ممكن نراقب الوضع تحت المايه، الحاجات بتاعت المارينز، وحسب التاسك اللي عايزين نقدمه يعني بنحطه في الار او في. اخر حاجه كان روبوتات كاشفه للالغام، عشان في الاراضي، اغلب الاراضي اللي كانت موجوده ايام الحروب او الحاجات دي، يعني الارض نفسها ما بقتش نقدر ان احنا نعمرها، ان الناس او عايز تستصلح الارض دي فبتامنها انت من بالزبط. اي بحيث ان برضو احنا بندخل روبوت او انسان آلي، مش بندخل بني ادم، فاحنا الخسائر بتبقى على الكترونيات ماكينة. بس وهي بتبعت زي خريطه للمكان بالماكن اللي فيها الالغام بعمقها، بحيث ان لو في اي تدخل نقدر ان احنا نشيل الغام دي بقى اكتر طريقه سليمه. تمام تمام. طيب عشان بس نكون عمليين، انت بتقول انا بصعب عليهم الانترفيوز عشان يحس ان هو تحت ضغط وفي حاجه مهمه هيعملها الفتره اللي جايه. طيب لو طالب في اعدادي، هو بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما يعرفش اي حاجه، تمام، احنا في نفس الوقت برضو احنا بنعمل انترفيوز صعبه للناس اللي هي بتبقى الى حد ما مؤهله كفايه انها تدخل ده. انما في ناس تانية زي اعدادي هو لسه ما يعرفش، فاحنا زي كورسات بالظبط، احنا بنقدم زي كورسات. يعني احنا كنت اقول لك عليه ان احنا في اخر السنه عاملين في الصيف زي كامب او مجموعه كورسات، برضو حاولنا ان احنا يعني نتعامل او نتواصل مع شركات كبيره من اللي هم في المجال التعليمي، بحيث ان هم يقدموا كورسات صغيره من اللي هم بيدوها في يعني مبالغ برضو تعتبر كبيره ببلاش للطلبه بتاعتنا. ان احنا بنحاول نساعد الطالب يبقى في اعدادي او في اولى ان هو لسه مش عارف، بنحاول نساعده ان هو يبقى معانا في الفريق، وفي نفس الوقت ان هو يشتغل بره. احنا كده عرفناه لحد ما اكتر عدد من المجالات اللي هو ممكن يخشها، فبحس ان هو يدور على الحاجه اللي هو حاببها ويخش فيها. تمام تمام. علي انت التخصص بتاعك في التيم اللي الغوصات؟ انا البروجرام مانجر اللي هي الغوصات اللي هي الار دي. كلمنا عن طيب هي الفكره باختصار ان احنا دلوقتي الروبوتكس مثلا لما دخلت في كل حاجه، تمام، في روبوتكس اللي بتعمل فوق على الارض عادي زي مثلا روبوت ارم في الحاجات الصناعيه وكده، تمام، في بقى الغواصات ليها عالم تاني خالص وشغل تاني خالص مختلف، عشان خاطر انا بنزل انا مش في الهواء، فانا محتاج ان انا وسط مختلف، فمحتاج ان انا مثلا بعزل الحاجتي اللي هي الكهرباء اللي بتنزل دي، ان انا لازم تكون معزوله كويس حسب العمق بتاعي، الضغط اللي بستحمله قد ايه، والحاجات دي كلها. والحاجه اللي انا بعملها اللي هو التاسك اللي انا بعمله، المهم اللي انا بعملها، بتختلف حسب الايه الابلكيشن بتاعي او الايه التارجت اللي انا عايز اوصل له. مثلا في زي شركات البترول وحاجات كده بيبقوا محتاجين غواصات عشان مثلا بيبصوا على الاستكشافيه وحاجات كده، يبصوا على اللي هي البايبس اللي موجوده اللحامات، تمام، في حاجات غواصات بتلحم تحت الميه. فطبعا انا لو هنزل بني ادم يعمل المهمه دي، فغير ان انا بخطر بحياته، هو برده هياخد فلوس كتير قوي. في الناس مثلا اللي بتلحم تحت الميه بيتحسب تقريبا بالدقيقه، فدي طبعا حاجه مش منطقيه. فانا لو مش كتير وهم مش كتير يعني وهم مش كتير بالظبط في الشغل مش كتير، فبالنسبه لي لو انا قدرت ان انا انزل بالظبط، فانا لو قدرت ان انا انزل غواصه ما فيهاش بني ادم بتعمل الحاجات اللي انا عايز اعملها، ومثلا حاجات تانية على الناحيه العلميه، ان انا لو هستكشف مثلا حاجات هبص على الحياه البحريه زي مثلا الشعب المرجانيه، امتى مثلا حصل فيها اللي هي ماتت، امتى هنا مثلا حصل نقص معين فيها، كمان تامين في كوتل زياده، فالسفن اللي بتعدي المكان ده بالظبط بالظبط بالظبط. فكل ده بيسهل عليا ان انا بعد كده ان انا بدل ما انزل بني ادم وخاطر بيه، ان انا لا ممكن انزل غواصه بيبقى فيها كشافات وكاميرات زي ما عبد العزيز قال، وفيها برضو ممكن ان انا امسك حاجه او اسيبها، وبيبقى فيها حاجات مستخدمين حاجات زي الكمبيوتر فيجن اللي هي ممكن يتعرف على الاشكال لوحده من غير ما انا يعني مش لازم اكون انا عارف الشكل، لا هو ممكن مثلا يتعرف لي السمكه دي مثلا ميته او حيه او الكلام ده كله. كل ده من ضمن التاسكات، واحنا كده كده بنخش مسابقات في ده كده برضو يعني انت بتتكلم عليه. هي كل حاجه زي ما احنا قلنا عندنا من كل الاقسام، في ميكانيكا طبعا هو اللي بيعمل الديزاين الخارجي بتاع الحاجه، وفي الناحيه الثانيه بقى اللي هو حاسبات وكده، وكهرباء هو اللي ببقى اعمل الدايره بتاعتها ونعمل البرمجه بتاعتها، لان انا ايه ان انا ابدا ان انا اعمل التاسكات دي بشكل واضح. صحيح. بس طيب طارق، دايما لما بشوف حاجه من الحاجات الشبابيه وخاصه لو بنتكلم على حاجه عمليه، انتوا جوه المجال وبتعملوا حاجات واقعيه على ارض الواقع، وده حاجه جميله يعني هتفيد المجتمع بشكل كبير جدا، ولكن دايما بيكون عن او حاجه انا بحاول ان انا
احققها او تارجت بحاول احققه من داخل الشغل ومن داخل الحاجات دي؟ ايه الحاجه دايما اللي انتوا بتبصوا عليها؟ لان ده ساعات بيبقى حافز ان انا اشتغل اكتر واعمل حاجات اكتر. هو ممكن اكتر حاجه بندور عليها هي المشكله. يعني انت لو الدنيا مشيت معاك كويس انت مش هتتعلم. صحيح. فاي بروجكت بنشتغل فيه على قد ما بنقدر بنحاول نبقى محوطين بالمشاكل اللي فيه، مش بنحاول نعالج المشكله بالشكل ان هي تبقى كويسه، بالعكس بنشوف المشكله دي جايه من فين ونبدا نتعلم من المشكله. لان زي ما قلت لك احنا السكوب بتاعنا ان احنا عايزين لما نقدم في سوق العمل يبقى لينا مختلفين عن الطالب اللي متخرج طبيعي من الكليه. فالخبره دي ناخدها من ايه؟ ناخدها من ان احنا نقابل مشاكل كتيره واحنا شغالين، نقابل تشالنجز معنا اصح، يعني تخليني اقدر اعرف المشكله ايه واحلها ازاي واشتغل عليها بعد كده، ان انا ما اقابلش مشكله شبيهه بدي بعد كده. فاكتر حاجه بنسعى ان احنا دايما نعملها واحنا بنشتغل ان احنا نشتغل صح، ما في مشكله اعالجها، اتعلم ازاي الكلام ده بيتم تصميمه، مش بشتغل على البروجكت من غير ويمكن دي اكتر حاجه احنا مميزين فيها، ان احنا بنشتغل على كلام بالناحيه العلميه، يعني بنطبق ان احنا بنتعلمه في الواقع، مش بناخد البروجكت اللي احنا عايزين نعمله نبداه بالمقلوب. بنبدا البروجكت من النقطه اللي المفروض نبدا منها صح هي التصميم. طب عبد العزيز، اصعب حاجه قابلتكم السنه دي ايه؟ يعني بعيدا عن كورونا. بعيدا عن كورونا والمشاكل اللي ممكن تقابل اي حد بيشتغل في الحاجات بتاعتنا يعني كتير. بس يمكن من اصعب الحاجات يعني هي الفترات السفر مع كمان الدراسه. ان احنا دايما احنا اغلب المسابقات بتاعتنا بتبقى بره الوسط بتاعنا، احنا في هندسه حلوان. احنا غالبا بنروح بره القاهره، ممكن نروح اسكندريه نقعد هناك اسبوع او حاجه عشان يعني المسابقه نكمل فيها. بس يعني في حاجات برضو بتحصل، يعني ممكن مثلا فيلير بيحصل اللي هو اول ما بنسافر بنوصل المكان الناحيه الثانيه في مشكله بتحصل بتقابلنا، بس احنا لحد ما يعني بقينا عارفين كميه المشاكل الصعبه اللي ممكن تقابلنا. بس انما غير كورونا بتهيألي مفيش حاجه اصعب من كده بصراحه. تمام. الجامعه معاكم ومساعدات الجامعه، لو مفيش سبورت من الجامعه اعتقد ان احنا مش هنقدر نعمل حاجه. طبعا منطقي. هو يعني دلوقتي الجامعه بتساعدنا بايه؟ احنا مثلا كروبوتكس احنا لنا مثلا 3 ورش في الجامعه عندنا اماكن بنشتغل فيها وكده، فدي برده بتساعدنا، برده بتساعدنا برده ماديا في حاجات لما احنا مثلا المسابقات اللي احنا بندخلها برده الفيز بتاعتها مش اكتر حاجه احنا ممكن ان احنا نتكفل بيها، برده بتساعدنا ماديا. و طيب الانتقالات مثلا والحاجات دي كلها طبعا بتكون المشروعات دي اعتقد ان انتوا طلعتوا يعني حاجات كتيره فكرتوا فيها ان هي تخرج بشكل احترافي، ان هي انا هخرج بقى ده يبقى زي نوع من انواع البيزنس الصغير ككونسبت، مش شرط ان انا اتربح منه ماليا، ولكن يبقى عندي الفكره ان انا، لان انت الاساس بتاعك يا طارق زي ما انت قلت لي ان انتوا بتحاولوا ان انتوا ما تصطدموش بالواقع لما اخلص كل ده مثلا ما ابقاش فريش جريد وخلاص طلعت بره. لا ده انا لسه عايز اتعلم ازاي ان انا اكتسب المهارات، مهارات العمل. فانتوا خلاص اوريدي انتوا عندكم نفس المهارات ومع تاسكات مهمه وبتحققوا اهداف. طيب فكرتوا في الموضوع ده زي ما انا قلت كده؟ هو طبعا كل واحد اشتغل على بروجكت من اللي اشتغل في البروجكتس من ساعه ما روبوتكس بدات بيحاول دايما يطبق اللي هو بيعمله ده الارض الواقع، ان هو يبقى ابليكابل، ان هو يبقى تحول لبرودكت او لمنتج يبقى بينافس في سوق العمل او في السوق او بشكل عام. بس الفكره السوق في مصر مش اقوى حاجه في مجال الروبوتكس، فالتوجه دايما بيبقى ان اللي احنا اتعلمناه ده بيساعدني في الشغل بس. يعني يمكن احنا من التيم الناس اللي اشتغلت في التيم نفسها بدل ما تحول اللي هي اشتغلت عليه المنتج هي تحولت هي نفسها لقوه كبيره. يعني في ناس من عندنا دلوقتي بتشتغل في دول اوروبا في مجال الروبوتكس اللي هو احنا مصر ما كانش عندها خطوه ان هي تعمل حاجه زي كده. يمكن المانيا وفي كذا حد من التيم اشتغل هناك. يعني احنا كان عندنا كذا حد من التيم سافر، وكمان الناس اللي بتخرج من التيم ما بتتوقفش، بتنقل الخبره للتيم، بتنزل لما يعني لو حد حتى سافر بره مصر بيرجع على القاهره لما يجي يسال التيم عمل ايه وايه المشاريع اللي شغالين عليها ويبدا يفيدنا من الخبرات دي. فالتحول اللي فعلا بيحصل من اللي اشتغل فيه ده مش ان انت بتحول اللي انت بتعمله ده هو لازم هو ده اللي يبقى منتج، لا. انت شخصيا لما بتخرج وتتعلم تطبق اللي انت اتعلمته في روبوتكس ده في شركه انت شخصيا بتنفست في نفسك، وده اهم بكتير من انك تشتغل على منتج. هو يعني اهم حاجه، يعني اهم عامل مؤثر في الموضوع كله في عمليه التطور هو الانسان. هو الماده اللي هتديني الخوارزم او يعني المعادله هي اللي هتديني الامكانيات التطبيقيه، هي اللي هتديني الشكل والتنظيم والنمط، هو ده المين. طيب طموحكم بقى في المستقبل تتمنوا تحققوا ايه، توصلوا ايه عليك؟ اتفضل. ده سؤال مهم يعني. طيب دلوقتي على يعني على نفس الكلام على اللي هو ان انا في هعمل ايه مثلا، ان انا ممكن اعمل الشغل ده برودكت. انا مثلا بقالي سنتين شغال في الغواصات والحاجات دي، فانا بالمنطقي فكرت ان انا والتيم مثلا وكده ان انا لما اتخرج
طب عايز اعمل ممكن اعمل حاجه ليها علاقه بالمجال ده، انا مثلا افتح حاجه ليها علاقه بالغواصات دي في مصر، اشوف بقى التارجت بتاعي ساعتها. بس انا ساعتها قررت ان انا يعني زي ما حضرتك قلت الانسان هو المفروض استثمر فيه دلوقتي، فانا السنه ونص الجايين تختزن يعني لازم اقعد انا كل الخبرات اكون الم خبرات على قد ما اقدر، واحتك باكتر حاجات ممكن احتك بيها، عشان بعد كده بقى لو حبيت اخد خطوه زي دي يكون يعني الايه خطوه بالنسبه لي بقت قريبه شويه، من غير ان انا بقى ايه رايح مش معيش الخبره الكافيه. المرونه انك تحقق هدفك تكون اعلى من كده يا عبد العزيز. هو غالبا اغلب يعني اغلبنا هنبقى في نفس الحقبه دلوقتي السنه الثالثه، فاحنا خلاص يعني احنا قربنا نتخرج، فاحنا بنحاول نشتغل ان احنا نلم خبرات كفايه ان احنا نقدم حاجه كويسه في مشروع التخرج. برضو يعني مشروع التخرج يعتبر هو الاستثمار، ان هو لو عايز افتح بيزنس او حاجه فهيبقى مشروع التخرج البدايه. وفي نفس الوقت بجانب شغلنا الموجود في روبوتكس ده بيدينا خبره كبيره جدا، فيعني انا بحاول اطلع في الفتره اللي جايه باكبر خبره، بحيث ان احنا ان شاء الله يعني في السنين اللي جايه نقدم حاجه كويسه. يعني نحاول مش لازم دايما اللي هو ايه اطلع بره او حاجه، ان هو انا لا اعمل حاجه هنا واقدم حاجه كويسه هنا. لا هو خلاص يعني بجمله المشروعات اللي اقيمت خلال الفترات اللي فاتت، ويعني الثوره الصناعيه القادمه، المصانع اللي بقت موجوده دلوقتي في مصر، اعتقد ان في استغلال اكتر للطاقات الشبابيه دلوقتي احسن من زمان بكتير يعني بكتير. وان شاء الله لما نتخرج كمان يكون الدنيا احسن بكتير بكتير يعني. كمان يعني انا بشوف اعمار المهندسين ماسكين خطوط انتاج في شركات كبيره اعمارهم سنيه صغيره يعني على عكس ما كنا بنشوف زمان ان هو عليه عنده 50 سنه و60 سنه. لا هو دلوقتي بقى في ودلوقتي كمان بقى في شركات في مصر بتشتغل في مجال الروبوتكس. يمكن في منتدى شباب العالم شفنا المتواجد في مؤتمر كبير زي ده روبوتس مصريه كلها معموله في شركات مصريه ومهندسين اشتغل على مصريين. ده انا والله كنت بستناها يعني انا كنت بستنى روبوتك عشان اتفرج على المشروعات الجديده خاصه طلبه الهندسه ان شاء الله ترجع. ده بالنسبه لنا حلم والله. طبعا حلم لكل الناس بالظبط. انا بشكركم، انا عارف ان انا عايز حلقات كتير عشان نتكلم عن كل التفاصيل اللي انتوا عشتوها، ولكن انتوا من النماذج الرائعه اللي كانت موجوده معايا النهارده. بشكرك يا علي، بشكرك يا طارق، بشكرك يا عبد العزيز على وجودكم معايا، شكرا جزيلا، وبشكر الساده المشاهدين ومتابعتهم لحلقه اليوم من شباب على الهواء. نشوفكم بكره وفريق عمل جديد عمل، والى اللقاء.